مرحبا بكم في مركز دي جانجوم للطب الصيني بالجزائر العاصمة. مركزنا هو معهد للعناية الجسدية يشرف على متابعة الحالات التي تأتينا بغرض العلاج، ويطبق في مركزنا كل تقنيات الطب الصيني التقليدي. من بين التقنيات المتبعة في المركز وفي معهد العناية الجسدية المتخصص في الطب الصيني العلاج بالوخز بالإبر الصينية. بالإبر الصينية المدعمة بالكهرباء والمدعمة بالموكسا. نستخدم أيضا في المركز دي جانجوم للطب الصيني تقنيتين من التدليك خاصتين بالعلاج التقليدي، وهي تقنية الشياتسو وتقنية التوينا. أيضا في معهدنا نستخدم طريقة العلاج بالكؤوس الهوائية، الكؤوس وكؤوس البومبو أيضا. وهذه التقنيات جميعها التي تستخدم في مركزنا هي لتخفيف من الآلام التي تكون مصاحبة لأمراض كثيرة، من بينها آلام عرق النسا، آلام الكتف، وآلام المفاصل. كما وأرحب بكم جميعا في معهد دي جانجوم للطب الصيني المفتوحة أبوابه في الجزائر العاصمة وفي قالمة في فرعه، وعن قريب بإذن الله بفرعيه في باتنا ووهران.